صباح الخير يا زملاء، تابعين في تحليل فني الصباح لشركة وينزل بروكر. ادمها لكم كريم عندي اليوم 19 اغسطس 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الجنيه البريطاني مقابل الدولار الامريكي. انخفاض الجنيه البريطاني مقابل الدولار الامريكي ودرجة اكيد في المقام الاول ارتفاع الدولار بعد البيانات الايجابية اللي ظهرت خلال 3 امس، بجانب طبعا الدفع اللي خدها من المحضر الاجتماعي الفدرالي الامريكي. دي كانت اهم الاخبار المؤثره في الاسواق. امس كان عندنا بيانات هامه، اهمهم مؤشر فيلادلفيا في للصناعات التحويليه اللي جاب نتيجه افضل من المتوقع 6.2، وكان متوقع عليه سالب 5. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار، وذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا الشارت، الاداء سلبي، وطبعا المؤشرات كلها مديه اشارات سلبيه، زي مؤشر الاي ام اي اداء سلبي، اداء سلبي على مؤشر السار، تقاطع المتوسطات السريع الاسفل، اداء سلبي ايضا على مؤشر فلات تريند، ولذلك نتوقع مزيد من الانخفاضات، ولكن بشرط كسر ال 1890 علشان يكون المجال مفتوح ل 1825 وراها 1775، مره ثانيه كسر 1890 وراها 1825 وراها 1775. السيناريو الاخر المعاكس حاب كسر ال 2065 وراها 2145، واخر نقطه عند ال 22 فلات. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.